اليوم كانت منذ الصباح ساعات صباح البكرة اشتباكات عنيفة جدا في محور كزيرما، لدرجة أن أفراد القوات المخ الوطني وميليشيات حسر بين تبعد أمتار مسافة أمتار بينهم اشتباكات مباشرة. أدى ذلك إلى تقدم قوات المخ الوطني لمركزات جديدة وتعاملت المدفعية في نفس الوقت على الخطوط الخلفية للعدو، لكن كان هناك استعمال سلاح الجبهة الهاون وكان طيران موجه للإمارات يطير بكثافة عالية فوق كذلك، مما أدى أمر المحكمة أن يقرر بالرجوع إلى المركزات الأولى. نعم.